بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم موضوعنا هالمبردة الصغيرة، الطريقة مالت تحويرها من ماطورها الاحتيادي إلى ماطور سربس. لا ماطور سربس، الماطور السربس راح نستخدم هنا ماطور غسيل، ماطور غسالة غسيل. والطريقة مالتها كالآتي، احنا ايش راح نسوي أول مرة؟ هي والظروف موجودة، نسوي قالب هالشكل، نقالب على الظروف نفره حتى نحدد الظروف الثلاثة مالته. نجي نخليها داخل الكور هذا ونفنطها بنقاط، يعني نأشرها بالقلم. نجي نجيب بوشة مثل هذه نخلي عليها ونسوي أي درنفيس بيبونطة وندقه ونزرفه، وبعدين نعدلهم. نجيب برغ ونت 8 نخليه بداخلها، شو بصير بهالطريقة، بحيث نجي نقعدها هنا تقعد داخل المكان. احتمال يحتاج لك شوية تعوجها عادي، بس ما عشان قعدت في سنتر. نجي عاد شو نسوي؟ نجيب الواشرات مالتها ونشدها. هسه راح نشد لكم الماطور ونشوفكم طريقة التقعيد مالتها. هسه لازم شو نسوي احنا؟ نشوف نقرا الليبل مالته، نشوف ياها المشترك الكام مالته. هنا عندنا الازرق، الازرق مشترك. فايش نسوي؟ نجيب نخلي الكهرباء على الازرق ونشوف الاتجاه مال الدوران مالته. الاطراف الثانية راح لكم اليسار. احنا لازم الحركة مالت الماطور تكون هالشكل، فنجي نخليه على الاحمر مثلا. خليه على الاحمر ونشوف الحركة مالته شو راح تصير. على السرياس مالته صار تحرك على اليسرى، فاذا شو نسوي؟ لازم نخليه وين؟ على الاصفر. هسه نفحصه، بقى تحرك على اليمين، هاي فرته الصحيحه. هسه راح نشد الماطور ونشوف القوه مالت التشغيل مالته. هاي هسه الماطور شديناه وشغلناه، سرعته كلش قويه، بس ملاحظه حبيت انبهكم عليها، هاي الزعانف مال الماطور شويه تنعوج للداخل. لازم عن الدين اللي نشوفه شوية تنعود الداخل حتى ما تخلص السربس، والسرعة مالته كلش قوية